أما موضوعنا الرئيسي لحلقة اليوم، إصابة أفراد من الكادر الصحي في مستشفى حكومي في الأردن بالتهاب رئوي حاد يؤدي إلى وفاة ممرضة، ويثير حالة من التعجب كيف وصل الفيروس إلى الممرضين، واستفرادا طبعا ألم تكن الوقاية والتحصين كافيين؟ المشاهدين، انقلبت الآية في أحد المستشفيات بمحافظة الزرقاء جنوب العاصمة الأردنية عمان، وتحديدا في قسم العناية الحثيثة، حيث أصيبت الكوادر الطبية هناك بمرض التهاب أو مرض التهاب رئوي حاد لم تعرف أسبابه بعد إن كانت فيروسية أو بكتيرية. نعم، معظم هذه الحالات لوجين تماثلت للشفاء مع تسجيل حالة وفاة لممرضة أصيبت بهذا المرض. التفاصيل مع الزميل عماد العضايلة من مدينة الزرقاء، نتابع. ارتفاع الحرارة، ضيق النفس والضعف العام، كلها مؤشرات للإصابة بالتهاب الرئة. هذه الأعراض أخذت منحا آخر في مشفى حكومي بمدينة الزرقاء، شهد إصابة 11 من كوادره الطبية في هذا المرض ووفاة ممرضة. وتبقى أسباب المرض غامضة، لم تعرف بعد إن كانت فيروسية أم بكتيرية. حالات جديدة لا يوجد، يعني هن 11 حالة الآن، اللي هو اثنين المستشفى وراح يتخرجوا والثمانية روح على بيوتهم، فلذلك هذا مما يعني حسب التقارير العالمية إن هذا ليس بمرض خطير أو أقل من ويخوف. وتمت السيطرة عليه. تمت السيطرة عليه تماما. المرضى التي توفيت يرحمها الله أصيبت بهذا الالتهاب، ربما تكون أول حالة أو ثاني حالة، وتوفيت إثر يعني الالتهاب الرئوي الحاد الذي أصابها. باقي الحالات الحمد لله تم شفاؤها، الممرضون تم شفاؤهم، بقي واحد فقط من الزملاء موجود في مستشفى خاص ويتوقع خروجه اليوم أو غدا. كاميرا الام بي سي جالت أروقة المشفى وسط تكثيف لعمليات التطهير والتعقيم التي كان لابد منها أصلا في مستشفى يرتاده آلاف المرضى يوميا، وهذا ما جعل من مرض التهاب الرئة الجديد محط أنظار الإعلام إثر انحسار الحالات المصابة بهذا المشفى. هذه التهابات يعني شائعة جدا، لكن ما ميز الموضوع الصحيح هو إصابة عدد من الكوادر العاملة في القطاع الصحي، وهذا ناتج عن اشتباك هذه الكوادر بتقديم الخدمة ضمن منطقة في منتهى الحراجة، لأنه بتعاطوا مع حالات حرجة وتدفق المحتاجين لهذه الخدمة صحيح عدد كبير. مرض رغم نجاة معظم المصابين به وانحسار الوفيات بممرضة واحدة، إلا أن الإجراءات الوقائية لازمة للحد من انتشاره أكثر، فكما يقال درهم وقاية خير من قنطار علاج. من مدينة الزرقاء، عماد العضايلة، وصباح الخير يا عرب. مشاهدينا من العاصمة الأردنية عمان، ينضم إلينا الدكتور بسام حجاوي مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير دكتور بسام. صباح الخير، يعطيك العافية، شكرا. الله يعافيك. يعني دكتور، يلجأ عادة الأفراد للمستشفيات وهم مرضى بحثا طبعا عن علاج، ولكن المعادلة اليوم كما لو انعكست أنه كادر طبي أو تمريضي داخل مستشفى معناته أنه محصن من ناحية صحية من ناحية تعقيمية يصاب بالتهاب رئوي من داخل المستشفى، ربما هناك يعني بعض الخلل، بالذات أنه سمعنا عن حالة تطهير وحالة تعقيم بعد الإصابة. من المفترض أن المستشفى طوال الوقت معقم وطوال الوقت هناك حالات تطهير، وليس فقط بعد إصابة الكوادر داخله بمرض لا سمح الله. طبعا كلام واضح، لكن كما تعلمين بأن حالات التهاب الرئوي هي بشكل عام تظهر في هذا الموسم في المجتمع. الجديد لدينا أنه الإصابات تمت بين الكوادر الصحية، وخاصة كما أفاد مدير المستشفى في التقرير أنه في موقع قسم العناية المركزة وقسم العناية الحثيثة، واللي تعتبر هذه أقسام حرجة لأنه فيها حالات شديدة الخطورة أو لديها مضاعفات، وبناء عليه تحتاج إلى إجراءات ضبط عدوى مشددة. هذه عدوى المستشفيات ليست غريبة، قد تحدث في أحسن مستشفى متقدم
وقد تحدث في أي مستشفى، لكن هي عمليات الرصد اللي الوزارة تقوم فيها ضمن هذا الوباء المحصور اللي سمناه أو غيره، لابد زي ما تفضلت أن تكون هناك إجراءات. الجراثيم اللي عادة بتكون سواء فيروس أو بكتيريا والتي تتسبب عنها عدوى المستشفيات تكون معندة، يعني بمعنى أنها تقاوم جميع البكتيريات والتي تستعمل لعلاج مثل هذه الأمراض. نعم. إحنا فوجئنا بالتبليغ عن حالي في 4/4 واللي هي الممرضة زميلتنا التي توفت فيما بعد، ولكن تناقلت الحالات من شخص لآخر بسبب نقل العدوى أثناء فترة حضانة المرض اللي قد تكون أسبوع أو 10 أيام. إحنا إجراءاتنا كانت موجودة، أنا ما بدي أتهم أنه تراخي في الإجراءات أو وجود هذه الجرثومة في هذه الأقسام، أو قد تكون نقلتها الممرضة اللي هي الحالة الأولى من خارج المستشفى. لكن الأهم أنه حتى لو اكتشفنا المسبب، لأنه فيروس أو بكتيريا، المهم هو اتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة باحتواء الوباء، وهذا أعتقد ما نجحنا به، لأنه إحنا انحصرت الحالات. عندنا 30 ممرض وطبيب يعملوا في هذه الأقسام، وعندنا أكثر من 400 كادر طبي يعمل في هذا المستشفى، يعني 11 حالة في التوتل ووفاة واحدة. يعني نعتقد أنه تمت السيطرة على هذا الوباء وشفيت الحالات زي ما قال التقرير، وما فيش عندنا بجزء الحالي في المستشفى قطاع خاص. نعم. وحالي في مستشفى الأمير حمزي اللي تم تحويل الحالات له لأخذ العناية. نعم. الحثيثة، حتى يعطينا فرصة أن نعمل إجراءات التعقيم تحت إجراءات مشددة في المستشفى حتى نستطيع احتواء هذه المشكلة. نعم. يعني دكتور بسام، أنت ترى أن الإجراءات الوقائية كثيفة في ظل نجاة معظم المصابين وانحسار الوفيات بممرضة واحدة، وأيضا ترى أيضا المرض شائع. نعم. لكن الذي ميز الموضوع أنه أصاب الكادر الطبي. صحيح، وهذا الأصل في الشيء، أنه يعني هي هذه اللي بتكون اللي بتميز. برضو في نفس الوقت إحنا رصدنا أماكن سكنة هؤلاء الكوادر الصحية الأطباء والتمريض، وحاولنا على مدار الأسبوع المنصرم أن نراقب وجود أي اشتباه لحالات مجتمعية. الحمد لله لا توجد أي إصابة بين أفراد المجتمع الملاصق. نعم. تعرف أنه مثل هذه الحالات هي التهابات جهاز تنفسي، وبناء عليه قد تتناقل هذه العدوى عن الرذاذ المتطاير من المصاب. فعليه اتخاذ الإجراءات، يجب على كل الكادر انه يلبس كمامه، يغسل ايديه، كذا. اي تراخي زي ما حكيت، انا ما بدي اتهم حدا، اي تراخي في عمليات هذه قد تحدث في اي مستشفى. نعم. يعني هذه موجود الاوبئه كل يوم ينشر عنها في المستشفيات. هلا احنا عشان درس لنا، تم تعقيم المستشفى واخلاء قسم العنايه الحثيثه والمركزه، وتم تعقيمه تحت اشراف لجنه مركزيه من ضبط العدوى حتى نستطيع احتواء المرض. جميل. لكن الحمد لله لم مختبراتنا لم تكتشف السارس بين هؤلاء المرضى، لم تكتشف انفلونزا الخنازير، لم تكتشف انفلونزا الطيور وهذه الأمراض والأوبئة المميتة القاتلة. فالحمد لله الوضع تقريبا محصور، وفي اعتقادي تمت السيطرة عليه، لكن لا يمنع من وجود حالات بين الحين والآخر. لكن تميزنا أنه في هذا الأسبوع تبلغنا عن 3 حالات لنضيف عن 8 حتى أصبح 11. في اعتقادي أنه المنحنى الوبائي أخذ في التنازل. نعم. يعني حالة واحدة يعني توفت، أكيد لا نستقل فيها لأنه إحنا لا نتكلم عن العدد. نعم. وفاة واحدة أو 10، ولكن نعم. هناك دم طالما أدى إلى حالة وفاة، إذن هناك ناقوس خطر يدق ولابد أن نعي هذا الشيء. هل هناك أي إجراءات طبعا استجدت دكتور، أو أمور جديدة استجدت بالإضافة للأمور الموجودة أصلا كمعايير محددة سابقا؟ يعني هو عادة ما يكون أنه الكادر الطبي هو مسؤول عن إجراء ضبط العدوى وعن مراقبة الدخول والخروج للمرافقين، خاصة للمناطق الحساسة هذه. نعم. وأضف إلى ذلك أنه إحنا يعني ما فيش إصابات في المرضى الذين يعني يركضون على أسرة المرض. جميل. وهذا مميز الموضوع. فهي حرص التمريض على تمريض زميلتهم أو زميلهم هو
أدى إلى نقل العدوى بين ممرض وآخر وممرض وطبيب، وكلهم من نتيجة الاستقصال، وبقى يتبين أنه الـ11 نقلوا العدوى فيما بينهم. نعم. وبناء عليه ما فيش تمت حصار هذه الحالات، لكن هو درس يجب أن تستفيد منه الصحة العامة والسياسي، بحيث أنه إجراءات ضبط العدوى يجب أن تكون مكثفة. نعم. رغم أنه موجود دليل لضبط العدوى وإحنا بنقوم بإجراءات قوية. نعم. لكن إحنا أي خلل أو أي تراخي في إجراء ضبط العدوى في أي مستشفى مهما كان يؤدي إلى مثل هذه الحادثة. نسبة الوفيات في التهاب السحايا في التهاب الرئوي الحاد بشكل عام بين المجتمع في هذا الموسم قد تتجاوز 10%، لكن نعم. إحنا الحمد لله أنه زميلتنا قاومت معظم أنواع العلاج اللي تم أخذها له، رغم أنه كانت هي في مستشفى خاص وتحت إشراف أمهر الأخصائيين. دكتور بسام، يعني سؤال دكتور بسام، المعلومات العامة عادية. عذرا على المقاطعة، المعلومات العامة. نعم. هل يكمن الخطر في حين اكتشاف أن هذا المرض فيروسي غير بكتيري أم من الأمر سواء؟ لا إطلاقا، يعني هو إذا عرف، إذا المختبر أعطاك التشخيص الدقيق أنت تستطيع أن تقوم بالإجراءات، لكن بروتوكولات العلاجية في مثل عدوى المستشفيات لا تنتظر ظهور النتيجة، يجب عليك أن تشخص الحالة وجنبا إلى جنب تقوم باتخاذ إجراءات العلاج لمعالجة الحالات، لأنه إذا تأخرت في العلاج فعشان هيك عادة بيكون البروتوكول إعطاء 3 أنواع من المضادات الحيوية المتزامنة، بحيث هي تستطيع. نعم. علاج وإخماد أي نوع من الجراثيم اللي قد تتسبب عنها، فعشان هيك العلاج بدأ من أول لحظة. ودليل على، خلينا أزعم وأقول، نجاح إجراءات وزارة الصحة واللي أنا عضو من الفريق منها، أنه يعني شفاء 9 حالات، يا هذا يعني أنه عندما تم تصوير شعاعي للرئة لهؤلاء الكوادر كانت الرئة نظيفة تماما، وأنه فترة الحضانة وخرجناهم بأمر الأخصائيين المعالجين، ولا يمكن أن نخرجهم لأنه قد يكونوا مصدر لنقل العدوى. نعم. للمجتمع، فمعناته شفيوا تماما. نعم. فبقي عندنا طبيب وممرضة يركضون على سرة الشفاء، وإن شاء الله اليوم أو غدا نأمل أنه هذولا يخرجوا إن شاء الله، ما نتلقى حالات أخرى مفاجئة. أكيد أتمنى ذلك. شكرا لك دكتور بسام حجاو، مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، كنت معنا مباشرة من العاصمة الأردنية عمان. يعني لجان، تعرف الكادر الصحي هي حالة كحال أي فئات المجتمع، قد تتعرض لأي إصابة، لكن هل هذا شيء يعني خارج المستشفى؟ جميل. في المكان الطبيعي برا، بس في الشارع بس، أو في منزلهم أو في أي مكان عام، ولكن ليس داخل المستشفى. للمستشفى عادة تخضع لمعايير عالية جدا من النظافة، من الوقاية، ومن يعني الرعاية، فلذلك دائما في المستشفى تكون في حالة تطهير. الواحد يدخلها يكون مريض يطلع صاحي. صح. مش يدخلها صاحي يطلع مريض للأسف.